الحريات العامة والخاصة هي عنوان الإنسان، وهي لصيقة الإنسان أو مناط الإنسان. الإنسان يخلق حرا ويعيش حرا ويموت حرا، حرية في اقتصاده، في تنقله، حرية في زواجه، حرية في اختيار دينه وعقيدته وخياراته السياسية والحضارية. الحرية هي مراد الخالق سبحانه وتعالى ومصلحة المخلوق. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: بما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. المسلم الحر هو المسلم الفاعل الإيجابي، لأنه ينتج المدنية والحضارة. أما الحر، أما الإنسان غير الحر، العبد الرقيق، الإنسان المحبوس المضطهد، هذا لا يمكن. الإنسان المضطهد هذا لا يمكنه أن يحقق شيئا، لأن الحياة الحرية، والحرية هي الحياة. وذكر أحد المفسرين أن تكفير القتل الخطأ يكون بتحرير عبد في وقت من الأوقات، دليل على أن العبد أو الرقيق إنما هو إنسان ميت لأنه فاقد الحرية، فإذا اعتق أصبح حيا لاستعادته حريته. الحرية هي خصيصة الإنسانية، ولنعش أحرارا ما حيينا، ولنبعث يوم القيامة أحرارا، كل ذلك بوعي وفعل وبناء ومراكمة. موضوع الحريات لا يهتم به المسلم البسيط باعتباره قضية فكرية أو مذهبية أو لا، لكنه في الممارسة اليومية كل الناس وكل المسلمين بصفة خاصة يريدون أن يعرفوا هذه الحريات الفردية، ما حدودها وما ضوابطها وما هو المباح من غير المباح منها. هذا حظ عامة الناس وعامة المسلمين، ولكن العلماء والمثقفين والقادة الرأي في المجتمعات وفي المجتمعات الإسلامية خاصة مهتمون بهذا الجانب، من حيث أن يأخذ حظه بتوازن وبدون إفراط ولا تفريط. فطبعا لا يجوز لأحد أن يمنع مباحا، كما لا يجوز لأحد أن يحل حراما. فإذا موضوع الحريات تكثر فيه النقاشات والشبهات والمطالب بتجاوز حدود الإسلام وآدابه وأخلاقه للانطلاق في نوع من الحريات البهيمية المنفلتة. فأيضا عالجنا هذا الموضوع وناقشناه لبيان ما هي الحدود وما هي الأهداف وما هي المخاطر التي تأتي من هذا الباب. أستاذ نجار، الحرية من أعظم القيم في الإسلام بعد العدالة، ما هي الضوابط الأساسية في الحرية السياسية في المجتمعات الإسلامية؟ قد تكون العدالة والحرية صنوين يعني وتوأمين. نعم. عندما نتحدث عن السياسة فنقصد إدارة الشأن العام، ومن أهم ما يتعلق بهذه الإدارة هي ممارسة شؤون الحكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. هذه الإدارة، إدارة الشأن العام، لا تكون إدارة مثمرة مؤدية إلى ما يريد الإنسان أن يصل إليه من التعمير في الأرض ومن بناء الحضارة إلا إذا بنيت على الحرية، إلا إذا بنيت على أن يشترك الجميع، جميع أفراد الشعب وأفراد الأمة، في أن يعطوا رأيهم في المشروع الذي يريدون أن تمشي عليه حياتهم وأن تنتظم عليه حياتهم، وأن يكون لهم رأي في الانتخاب واختيار من يقوم على هذا المشروع من حيث التنفيذ. فإذا عدمت هذه الحرية وأصبح شخص واحد أو فئة قليلة من الأشخاص هم الذين يقررون كل شيء، فإن هذا مفسدة كبيرة في مجال التنمية والتعمير والبناء. نعم. لأنه يحدث عند عموم الأمة وعموم الشعب نوعا من الانهزامية ونوعا من الحنق ونوعا من الرفض، لأنهم لا يشاركون في هذا المشروع الذي يفرض عليهم أن يطبقوه وأن ينتهجوه في الحياة. ولهذا فإن الحرية السياسية مبدأ أساسي في
في شأن العام في إدارة الشأن العام. أنا أتذكر يوما سئل أحد التوانسة بعد سقوط النظام ماذا استفدتم أيها التوانسة بهذه الثورة؟ قال الشخص هذا شخص أن أكبر استثمار الذي حصلنا عليه في هذه الثورة هي الحرية. وكذلك نعم هذا أكبر مكسب، وكل ما عداها من الأشياء التي قد تبدو فيها اضطراب، قد يبدو فيها تعثر، يمكن أن يصلح أمرها إذا ما استقرت الحرية. لأن الحرية هي التي تأتي بالإبداع، وهي التي تأتي بالحماس، وهي التي تجيش الإرادة الشعبية العامة. والحرية هذه تقتضي مقتضيات، تقتضي حرية التنظم مثلا، أن ينتظم الناس أفرادا، حينما يكونون أفرادا ينتظموا في مجموعات، هي الأحزاب السياسية أو هي الجمعيات المجتمع المدني، لتقوى إرادتهم الجماعية وليساهموا في التنمية وفي البناء. لكن هذه الحرية لا ينبغي أن تكون مطلقة وغير بغير قيود، لابد من هناك من ضوابط. هذا الذي كنت أريد أن أسأله، كلما كثر عدد الأحزاب السياسية التجمعات الاجتماعية، ألا تكون إدارة البلد أصعب ويؤدي إلى فوضى كبير؟ لا يؤدي إلى فوضى، لأن المجتمع سيفرز من يبقى في الساحة، والبقية الذين ليس لهم حركة وليس لهم عمل سوف يطويهم التاريخ. ولهذا الحرية السياسية أمر مقدر وواجب، ولكن ينضبط بأن لا تمارس هذه الحرية ما يمكن أن يؤدي إلى التشويش وإلى الاضطراب وإذا الفوضى في المجتمع. فهي حرية سياسية واجبة، ولكن حرية مسؤولة. شكرا، وصلت الرسالة. أستاذ محمد حسن، بالنسبة للحريات الدينية في المجتمعات الإسلامية، أفرض أن هناك مذاهب والمشارب والاتجاهات مختلفة، ونريد الحرية لهذه الاتجاهات كلها، الحريات الدينية بهذا المعنى ألا تؤدي إلى الفساد الاجتماعي والديني حتى، والشعب يكره حتى المتدينين لأنهم يختلفون كثيرا فيما بينهم؟ ما حدود الحريات الدينية في المجتمعات الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للدين في أصله هو العلاقة بين العبد وربه، والإنسان مفطور على الحاجة إلى الدين. لو ولد إنسان في جزيرة وحده ولم يلقى أي معلم، إذا عقل سيبحث عن شيء يعبده، إذا هدي إلى عبادة الله عبده، إلا اتخذ صنما من دونه يعبده. فالإنسان من فطرته حاجته إلى عبادة، إلى دين، وهذه الفطرة هي مقوم أساسي من مقومات البشر. والدين بمعنى العلاقة بالله، نحن لا نستطيع أن ندرك الله جل جلاله بأبصارنا، ولا يمكن أن يكلم كل واحد منا ربه، ولن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. والله قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. نعم. فاحتيج إذن إلى أن يكون لنا قانون ديني نعبد به ربنا ونتعامل به معه. شرع الله أحكامه، وهذه الأحكام ليس فيها خيارة في أصلها، لا إشكال فيها يا أستاذ، لكن في اتجاهات متضاربة. هذه الاتجاهات سنتي إليها، ما لم يحسمه النص ولم في هذا المجال، فقد أتاح الله فيه حرية الاجتهاد، اجتهاد في الدين. لكن في هذا الاجتهاد أهله اجتهادات مختلفة سنصل إلى الظنية، سنصل إلى ذلك. يفرضه على الثاني. من طبيعة البشر التنوع، وإذا وسع الله علينا في أمر فلن يضيق علينا فيه الدكتور عمر فاروق. إذا وسع الله علينا في أمر وترك لنا المجال فيه الاجتهاد، فمعناه أنه أصلا من مصلحة البشرية أن يجتهدوا فيه، وبالضرورة سيختلفون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن ذلك الاختلاف لا بد أن يكون له مرجعية. هذه المرجعية إذا رجعنا إليها لن نرجع قطعا إلى السلاح والقوة والإرهاب، سنرجع فقط إلى الحوار والنقاش، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وحينئذ إما أن نكتشف أن الخلاف صوري لا وجود له، مثل ما حصل لدينا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عندما دعونا 35 من علماء الصومال، وكانوا يظنون أنهم إذا اجتمعوا سيقتتلون، فجلسنا جلستين فكان بينهم من المحبة والألفة، وجدوا أنهم لا خلاف بينهم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يتبين أن فيه خلاف، هذا الخلاف ينقسم إلى قسمين، خلاف محسوم وخلاف غير محسوم. خلاف المحسوم هو ما حسمه الدليل، وحينئذ لا بد من الرجوع إليه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. القسم الثاني غير المحسوم، هذا الأمر فيه سهل،
يمكن أن ترى أنت أنك على صواب وأرى أنا على صواب وكلنا له دليل، ولكن لا يمكن أن يكون واحد منا مقصيا للآخر أو محتقرا له بسبب خلافهما في الرأي الديني، لأن كل واحد منهما له مرجع يرجعون جميعا للوحي، ولو جاء الوحي وحسم الأمر لم نختلف فيه، كما قال ابن حزم لما ذكر قضية الغناء قال ذكر 21 حديث طيب ضعفها جميعا ثم قال والله الذي لا إله غيره لو صح منها حديث واحد لقلت به. لا أنت أستاذ الكريم تحدثت عن عن المسلمين مرجع لديهم مرجعية واحدة تقريبا على الأقل هو القرآن والسنة. طيب بالنسبة للأديان والمذاهب مختلفة، نعم هذه وكيف حريات الدينية بالنسبة لهم؟ بالنسبة للدولة، الدولة تتسع لكل الديانات، يعني السؤال يمكن أن يعيش فيها في دولة المواطنة، دولة المواطنة يمكن أن يعيش فيها كل أحد وتكفل له هذه الدولة حقوقه وحريته بدينه كما جاء بذلك ديننا الحنيف، فالله سبحانه وتعالى أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله إسوة للناس كافة، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أقام أول وثيقة دستورية في المدينة، هل اليهود والمسيحيون يستطيعون يدعو إلى عقيدتهم في مجتمعات الإسلامية؟ يدعو إليها أولادهم ويربوهم عليها، يدعو إليها بني جلدتهم وأصحابهم، لكن ليس لهم أن يغيروا دين المسلمين أو أن يغيروا دين الآخرين اعتدوا عليهم، فهم يستغلون في محيطهم، كما أن هذا المحيط مضمون لهم في عبادتهم، مضمون لهم كنائسهم، مضمون لهم مرجعيتهم، حتى أئمتهم طريقة ذبحهم، طريقة عقودهم بالنكاح، طريقة جنائزهم، هذه شكراً. لهم حرية فيها. شكرا وصلت رسالة أستاذ خادمي. بالنسبة للحريات الشخصية، هل هناك أحكام وحدود معينة في حريات الشخصية في المجتمعات الإسلامية؟ الحريات هي حريات شخصية فردية وحريات عامة، نعم. والأحكام الإسلامية تقوم على أساس الجمع بين النوعين، الحرية الفردية الخاصة أو الشخصية والحرية العامة ضمن مقاربة في الوعي وفي التطبيق. الحرية في الإسلام من أحكامها حرية الاعتقاد، مثلا حرية الاعتقاد لا إكراه في الدين، حرية الصلاة يصلي في هذا المسجد أو في ذاك المسجد، حرية الزواج، حرية البيع والشراء والأسواق. الحرية تعلقت بأحكام كذلك فيما يعرف بتحرير العبيد في وضع يوجد فيه عبيد وكذا، جاء من أحكام الإسلام تحرير هؤلاء من العبودية والرق. بعض المفسرين فسر تفسيرا لطيفا فيه أن الحرية هي الحياة وأن الحياة هي الحرية، قال من يقتل إنسانا قتل خطأ فهو قد أخرج هذا الإنسان المقتول من دائرة الحياة والوجود، فيطالب بإعادة نفس أخرى إلى دائرة الحياة والوجود. قال وهذا يحصل في العبد الرقيق في وضعه وفي حاله، فإذا أخرجه من دائرة الرق فقد أخرجه من دائرة الموت ومن دائرة الاضطهاد والاستعباد إلى دائرة الحياة، كأن الرق موت والحرية حياة. والحرية في عنوانها الأكبر هي كما يقول بعض المحققين من العلماء هي مراد للخالق سبحانه وتعالى ومصلحة للمخلوق، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون حراً لا ليكون عبداً إلا لله تعالى، وكلما كان عبداً لله كان حراً كريماً. وقولة عمر رضي الله عنه في هذا الصدد بما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار، ولذلك ارتقت الحرية الفردية والعامة ضمن نسق من الوعي والتنزيل بحسب السياق والمآل، ارتقت إلى المقصد الشرعي وإلى الخصيصة الكبرى، نعم. من خصائص هذا الإسلام الحنيف وهي مناط هذا الإنسان المعمر لهذا الوجود. شكرا جزيلا وصلت الرسالة. أستاذ علي قرداغي، هناك من يقول القرآن يأمر لا إكراه في الدين، تعليمات القرآنية لا إكراه في الدين، ونحن نتكلم عن الحريات فعلا هذه الآية ينطبق على هذا الموضوع بشكل دقيق، لكن هناك حديث أيضا أو هناك أحكام حول قتل المرتد، كيف نفسر؟ لأن هذه التساؤلات بين الشباب خاصة، كيف نجيب على هذا السؤال يعني؟ صح. بسم الله الرحمن الرحيم. المبدأ الأساسي في هذه المسألة والقاعدة الكلية فيها أن الحرية لا إكراه في الدين، نعم، أن نلزمكموها، وليس حتى هذا خاصة يعني بدين الإسلام الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نعم. الإسلام بمعناه الشامل، كل الأديان كانوا يقول أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. لا يمكن أن يكره الشخص، لأن أساس التكليف على الحرية والإرادة، نعم. فإذا لم تكن هناك حرية ليس هناك تكليف وليس هناك عقاب، ولذلك دائما أنا أخلي الحرية المسؤولة،
الحرية المسؤولة، بما أن مبدأ المسؤولية على الحرية فيجب أن تكون الحرية مسؤولة، أي أنه أساس التكليف وأساس أيضاً ما يترتب على ذلك. ومن هنا حقيقة هذه الآيات الكريمة تثبت الحرية الكاملة للناس. وهناك في بعض الأمور في كل الأنظمة قد يمنع شيء بما يسمى بما يصطدم مع النظام العام، يعني حتى في أمريكا ليس الإنسان حراً في كل شيء، ولا في أوروبا هناك أيضاً هناك كما أقول حرية مسؤولة، لا تستطيع أنك تصطدم مع النظام العام. ففي الإسلام أيضاً وضع بعض القيود كما من دائرة الحرية المسؤولة، فكما أن أساس التكليف على الحرية كذلك أساس يعني الالتزامات والحقوق الأخرى على هذه الحرية. ومن هنا حقيقة يعني قضية يأتي ربما تغيير إنسان دينه إلى دين آخر الذي حضرتك تسأل عنه يأتي في هذا الإطار، في هذا الإطار أنه إذا كان الشخص هو يغير دينه ولا يدري به أحد، الإسلام الناس على الظاهر والله يتولى السرائر. لا هو في الباطن، هو في الظاهر فعلا لا يؤمن بالإسلام، كان مسلما الآن خرج من الإسلام لكن يحترم القانون، يبقى في إطار القانون لكن لا يؤمن به. يعني هناك كثير من المسلمين يتعاملون مع القانون لكن لا يؤمنون به، هذا يسمون حتى في الإسلام وفي قوانين يسمون حق عام، وحق العام لا تحركها إلا النيابة العامة إلا الدولة، يعني مش أنه كل شخص يروح يشتكي، هذا يسمون حق العام حتى في عرف القوانين وحتى في عرف الشريعة. وبالتالي متى يكون يعني حقيقة إشكالية فيه؟ إذا كان الشخص أصبح داعية ومفسدا يدخل في قضية جريمة الحرابة والفساد، إذا أصبح الشخص مفسدا وضالا ومضلا ويخرب ويحدث الفتن بين الشباب وبين الشابات، هنا يحاسب على هذه المسألة من هذا الإطار وليس من إطار أنه ممنوع من الانتقال أو غير من الانتقال. والأمر الآخر حقيقة بعض العلماء قالوا كما يعني أن هذه مسألة قضية تدخل في باب السياسة الشرعية، لأن القرآن الكريم لم يذكر للمرتد حدا معينا، بل ذكر مجموعة من الآيات الكريمة تتحدث عن ردة بعض المنافقين جهارا نهارا، مثل عبد الله بن أبي بن أبي سلول يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتله. كذلك الذين قالوا كانوا يدخلون وجهنا في الصباح ثم يكفرون في آخره، أنا قصدي من ذلك هذه القضية يمكن أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى من بدل دينه فاقتلوه يمكن أن يدخل في باب ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم كوني إماما وبحكم السياسة الشرعية التي تبنى على المصالح والمفاسد، والقضية تحتاج إلى مزيد من التفصيل. شكرا جزيلا أستاذ صلابي. فيها قيم عظيمة جدا في الإسلام، لكن لو نظرنا إلى تجربتنا التاريخية جزء كبير من هذه القيم خاصة في السياسة الشرعية في أمور الإدارية ربما لم ينزل في أرض الواقع بقدر ما نراه. يعني ما المشكلة في 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 أحكام السياسة الشرعية؟ يعني هذه واحدة. ثانيا، هل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هل حصل هناك أي قتل عن المرتد في تاريخ الإسلامي؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للتنزيل في مفهوم الحريات، حقيقة عهد النبوة كان واضح، يعني كما قال الشيخ في صحيفة المدينة وحق اليهود في اختياراتهم المتعددة، بل كان حتى المشركين كانوا موجودين يعني في هذا الموضوع، وأيضا الذين آمنوا في الصباح وكفروا في المساء لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بنص الآيات القرآنية في ذلك المعنى. لكن تقولت أن العدالة قبل الحرية، أنت قلت هكذا. نعم، هذا كلام غير صحيح. نعم، بل الحرية قبل العدالة. كيف؟ لأن الحرية صفة أصيلة في الإنسان وليس حقا من حقوق الإنسان. اليوم الذي تمنع الإنسان من حقه عن اختيار العقيدة أو حقه في التعبير أو حقه في التعبير، فأنت نزعت منه إنسانيته. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها، أعطاه القدرة على التعبير عن مشاعره وعن أحاسيسه وعما يجوش في داخله
وبالتالي هي صفة أصيلة من صفات الإنسان وليست حقا من حقوق الإنسان. هذه نقطة مهمة جدا. جيد أشكرك. النقطة الثانية، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وبالتالي هذه تؤكد على أنها صفة من صفات الإنسان. الحراك التاريخي المتعدد المتنوع، الحرية كانت أسمى أعلى مفهوم للحرية هو التوحيد، وبالتالي حققه الأنبياء، فهم الأحرار الحقيقيون على هذه الأرض، هم الأنبياء، سادة الأنبياء وأولو العزم، وبالتالي هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الخلفاء الراشدين مارسوا حق الحرية في التفكير والتعبير والانتقال في مجتمعاتهم بطريقة جميلة جدا. أتمنى أستمع إليك أكثر لكن الوقت انتهى. أشكركم شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. أكيد لديكم مزيد من المعلومات والتجارب التاريخية، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. سنت. أستاذنا الكريم سي عبد المجيد، الإسلام دين الحرية بدون شك، ودين الفطرة، وهذا هو الذي يجعله أيضا دين الحرية، لأن الفطرة تعشق الحرية وخلقت على الحرية، وأنتم أيضا من المؤمنين بالحرية، وهناك كثير من الحريات التي يمكن أن توصف بأنها هدامة أو متسيبة أو متفلتة، يمكن بيان ذلك بسهولة، ولكن هناك حرية تسمى حرية الإبداع أو شعار حرية الإبداع. هل هذه الحرية أيضا حرية الإبداع هي أيضا مما يمكن أن يحد وأن تكون له ضوابط، أم أن حرية الإبداع ليس عليها حساب؟ الحقيقة الحرية مكفولة في الإسلام ومكفولة في كثير من الدساتير الموجودة الآن، ولكن لا توجد أبدا حرية مطلقة ليس لها حدود وليس لها ضوابط، ومن هذا ما يسمى بحرية الإبداع الفني، حيث نجد الكثيرين في بلادنا ينادون بحرية الإبداع الفني. الإبداع الفني سواء كان هذا الفن مسرحا أو كان شعرا أو كان رسما أو أي نوع من أنواع الفن، وينادون بأن يكون هذا الإبداع الفني مطلقا ومرسلا ولا يحده حد باسم الحرية وباسم حرية الإبداع الفني. نعم، هناك حرية في الإبداع الفني، لأن الفن من مقتضيات الشعوب ومن فطرة الإنسان أن يتمتع بالجمال الفني في أي مجال من مجالات الفن، وقد يكون الفن مفجرا للطاقات الفردية والجماعية، مؤديا إلى أن يكون الإنسان فاعلا ومنتجا وبناء، ولكن في الحقيقة في بعض الأحيان يتجاوز هذا الإبداع الفني حدودا معينة فيخدش، بل يحطم الشعور الشعبي العام، حيث تستقر في الضمير الشعبي حقائق ثابتة أخلاقية ودينية، فيأتي هذا الإبداع الفني كما يسمى ليضرب هذا الشعور العام وهذا الضمير الشعبي العام، وقد تترتب على هذا ردود أفعال من تلقاء الشعب تكون سببا في الفوضى وتكون سببا في اضطرابات كثيرة جدا، وهذا شهدنا منه نماذج لا يخلو منها لا تخلو سنه أو بعض السنوات من أحداث مشهودة في هذا الشأن. ولهذا فإن الإبداع الفني نعم هو يدخل في مجال الحرية الفردية، ولكن إذا كان سيؤدي إلى ما فيه فتنة ويؤدي إلى ما فيه اضطراب اجتماعي ويؤدي إلى ما فيه انتهاك للضمير الشعبي، فإن هذا الإبداع الفني ينبغي أن يكون له حد وأن يكون له ضابط. هل هذا الحد وهذا الضابط يبقى متروكا لذوق المجتمع وللنقاد المتخصصين في كل مجال فني، أم يمكن أن يخضع هو بدوره للقوانين والمؤسسات؟ هو مبدئيا يمكن أن يخضع للتنصيص الدستوري أصلا، ونحن في بلادنا في تونس نصصنا على حرية الإبداع الفني، ولكن في فصول أخرى من الدستور قيدنا كل هذه الأمور
بما لا يحدث أو بما لا يؤدي إلى فتن وإلى اضطرابات اجتماعية يمكن أن يضبط بهذا الضابط القانوني، ويضبط أيضا بالعرف الذي تجري عليه حياة المجتمع، فإن المجتمع أعراف وأذواق ويتعارف عليها الناس جميعا أو أغلبية الساحقة، يمكن أن تكون هذه أيضا حد، ويمكن أن تفصلت بتفصيل أكثر مما ورد في القانون، ولكن بشرط أن لا يصبح هذا التقييد، أن لا ينقلب وهذا التقييد فيعود على أصل الحرية بالهدم، فهذا أيضا أمر غير مرغوب وغير معقول، لأنه يهدم الحرية من الأساس. على كل حال يبقى الكلام حتى الآن في نطاق المبادئ والتصورات العامة، لكن عمليا حين نكون أمام مؤلف أو رواية أو قصيدة أو مسرحية أو أغنية، يعني ما هي الآليات التي يحتكم إليها حينئذ؟ هل هي الهيئات المتخصصة نفسها أم هيئات قضائية أم؟ على كل حال هناك توجد مؤسسات دستورية كما في بلادنا في دستور الجمهورية الثانية في تونس، أسس بعض المؤسسات الدستورية المستقلة، ومن بين هذه المؤسسات مؤسسة تهتم بالجانب الإعلامي بصفة عامة، والفن يدخل بشكل أو بآخر في نطاق الإعلام، ويمكن هذه المؤسسة الدستورية المستقلة أن يكون لها رأي فيما ينشر من هذا الذي يسمى إبداعا فنيا، وهي لا يكون لها التقدير بما أنها مفوضة من قبل الشعب عن طريق الانتخاب في البرلمان، يمكن أن يكون لها رأي في هذا ما الذي يسمى إبداعا فنيا، وتفرق بين ما هو داخل في نطاق الحرية وما هو يتجاوز خط الحرية ليؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي ويؤدي إلى الفتنة، يمكن أن يكون هذا. اتضحت الفكرة، حفظكم الله وشكرا لكم أستاذنا الكريم. الله فيكم.